خلينا نروح معاكم دلوقتي للأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، منها انطلاق المؤتمر الدولي لكلية الدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أيضا جامعة حلوان هتبدأ امتحانات الترم الأول، وفي 7 مباريات قوية في إطار الجولة 17 من الدوري الإنجليزي. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فكلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة هتنظم المؤتمر الدولي السنوي تحت عنوان حوض النيل، مستقبل التنمية المستدامة، الفرص والتحديات، وهتستمر الفعاليات لحد يوم 27 ديسمبر بقاعة المؤتمرات بالكلية، وده بالتزامن مع احتفال الكلية باليوبيل الماسي ومرور 75 عام على إنشائها. النهاردة هتبدأ كليات جامعة حلوان الاستعدادات لبدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسي الجامعي 2022-2023 وسط إجراءات احترازية من كورونا حرصاً على سلامة الطلاب. النهاردة هتفتتح الهيئة العامة لقصور الثقافة معرض مبدعون بطابع خاص الساعة 6 بالليل بقاعة آدم حنين بالهناجر بدار الأوبرا المصرية. المعرض هيقدم مجموعة متميزة من أعمال المبدعين في مجال الفن التشكيلي من ذوي الهمم. لعشاء الدوري الإنجليزي موعدهم النهاردة مع 7 مباريات في إطار الجولة 17 من عمر المسابقة. هيلتقي برينتفورد مع توتنهام الساعة 2:30 العصر، الساعة 5 هيلتقي ساوثهامبتون مع برايتون، وفي نفس التوقيت هيلتقي كل من ليستر سيتي مع نيوكاسل يونايتد، وكريستال بالاس مع فولهام، وإيفرتون مع وولفرهامبتون. الساعة 7 هيلتقي ليفربول مع أستون فيلا، وفي 10 مساء هيلتقي أرسنال مع ويست هام.